الله 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 سبحان الله 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدق الله العلي العظيم. كما أشرنا سابقا أن هذه السورة المكية سورة النحل، وأيضا بعض الناس سموها سورة النعم. يعدد الله سبحانه وتعالى أكثر من 50 نعمة أنعمها الله علينا نحن البشر، وذلك لأجل تأكيد التوحيد وتأكيد البعث يعني المعاد وتأكيد النبوة والرسالة. وأكثر شيء تؤكدها هذه السورة تأكيد عبادة الله من دون الأصنام. من تلك النعم التي ذكرناها وأشرنا إليها في الليلة الماضية نعمة الإدراكات ووسائل الإدراكات. كل منا نعلم أن الإنسان يدرك، يفهم، يحلل المواضيع في ذهنه، في قلبه، في عقله، في المكان الموجود عند بدن الإنسان عندما يرى شيئا أو يسمع شيئا. الحاستان المهمتان هما السمع والبصر. الأذن هذه الأداة أو الوسيلة التي تلتقط الأصوات، تلتقط الخطب، الحكايات، المكالمات، كل هذه، وحتى الدروس. والحاسة الثانية البصر، هذه الحاسة التي تلتقط صور الأشياء. بهاتين الحاستين، هاتان الحاستان تخبران المخ. طبعا قلنا أنه في الاصطلاح القرآني كلمة مخ ما موجودة، إما فؤاد وجمعه أفئدة وإما قلب،
والمراد من هاتين الكلمتين تلك النقطة الموجودة في داخل الإنسان. هسه أنت سميها مخ، سميها قلب، سميها فؤاد، تلك النقطة الموجودة المخلوقة من قبل الله سبحانه وتعالى لفهم ما تلتقط هاتان الحاستان. السمع يلتقط، البصر يلتقط، التحليل في لحظاتها مو في ساعات، في لحظة واحدة الفؤاد يحلل هذه الأمور ويعطيك انطباع عن الذي سمعته، عن الذي رأيته. الآية تشير أنه عندما نولد لم نكن نفهم هذه الأمور. الطفل الرضيع ما يفهم، يسمع شيء وينظر إلى الأشياء ولكن تحليل ما عنده، سمع عنده، بصر عنده ولكن تحليل ما عنده، إلى أن يكبر. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه النعمة الأولى التي أشرنا إليها في الليلة الماضية. النعمة الثانية لا ترتبط بنا كبشر ولكن ترتبط بما خلق الله وبقدرة الله في الكون. إشارة إلى الطيور. عادة الأرض، الكرة الأرضية فيها قوة الجاذبية، وإحنا بعد قرينا هاي الأشياء حتى في المدارس وحتى إشارات أكو في القرآن لها. كل شيء في هذا الكون على سطح الكرة الأرضية المفروض فيها أن تكون على الأرض مو فوق الأرض. الإنسان، الحيوان، النباتات، الجمادات، الحشرات، الأسماك، كلها في الأرض، إما على سطح الأرض أو في المياه. يبقى شيء واحد، وهذه من العجائب التي نراها دائما ولكن لا نلتفت إليها. هذه الآية التي أقرأناها، الآية الثانية، تشير إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، مع أن الأرض فيها قوة الجاذبية ولكن الطير تستطيع أن تطير في جو السماء. نقرأ الآية. ألم يروا هؤلاء الذين ينكرون قدرة الله ولا يلتفتون إلى هذه الأمور ويعبدون الأصنام ولا يؤمنون بالإسلام، ألم يروا إلى الطير؟ ما يشوفون؟ ما يباوعون؟ خطي شو مسوي؟ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ السماء في اللغة العربية تطلق إلى العلو، كل شيء عالي يسموه سماء. الجو هذه المنطقة التي بين الأرض وبين المرتفعات العالية يسموه جو في اللغة العربية. مسخرات شنو؟ يعني هذا الطير المفروض فيها أو فيه، لأنه هو جمع ولكن أيضا ما إلى مفرد، طير وطيور، إلى عفوا هو مفرد وجمعه طيور ولكن يطلق للجنس، جنس الطير. هذا الطير المفروض فيه لأنه من موجودات الأرض بعد، مثل السمك، مثل البشر، مثل الحيوانات، مثل الجمادات، مثل النباتات، المفروض تكون في الأرض ولكنها مسخرة. من سخرها؟ نفس القانون، قانون الجاذبية الموجود في الكرة الأرضية. أكو قانون ثاني أعطي هذا القانون من قبل الله وسخر في الطير حتى يستطيع أن يطير. هناك معادلة في أجنحتها. اليوم قرأت في كتاب، بس ما يصير مجال أنه هذه الأمور واحد يشرحها فوق المنبر.
كيف تطير الطيور؟ أصلا شلون تطير؟ تقريبا 20 صفحة حول كيفية طيران الطيور علميا، يعني من أجنحتها، من رئتها، كيفية طيرانها، من الصفيف والدفيف، من أنها بعض الأوقات تقف هكذا في الجو، بعض الأوقات ترفرف بأجنحتها. كل هذه قوانين، قوانين فيزيائية للحيوان وفيزيائية في الجو. تستطيع هذه القوانين أن تعطي مجال للطير، حتى أن بعض الطيور، ما أدري هذا الإحصاء صحيح أو لا، في هذا الكتاب شفت اليوم أو البارحة، أن بعض الطيور تستطيع أن تطير 6 أشهر من قارة إلى قارة. هاي يسموها الطيور المهاجرة، التي تهاجر من منطقة إلى منطقة. طيب أكلها شلون؟ تختزن في داخلها. كيف لا تتعب؟ كم مرة تستطيع الطير يستطيع أن يرفرف بأجنحتها؟ بعض الطيور حتى خصوصا الحشرات منها مثل النحل اللي قرينا عنه، آلاف المرات في الثواني، في الدقائق ترفرف بأجنحة. هاي شنو هاي القوانين؟ قوانين تسخر من قبل الله سبحانه وتعالى في الطيور، تنبئ عن قدرة الله المطلقة في هذا الكون. عندما يقرأ هذا الإنسان المتكبر المتجبر اللي يتصور نفسه كل شيء، عندما يقرأ هذه الأمور يمكن أن يتواضع أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. مع الأسف عندما نجلس مع بعض المتنورين يقول لا هذه قوانين طبيعية. احنا ما ننكر، ماكو رجل دين يستطيع أن ينكر أن هذه القوانين قوانين طبيعية. يعني شنو طبيعية؟ يعني موجودة في طبيعة الطير، أهلا وسهلا، موجودة في قانون الجاذبية، أهلا وسهلا، موجودة في جو السماء، موجودة في الأجنحة، موجودة في الصفيف والدفيف، كل هذا نقبله طبيعية. ولكن من خلق هذه القوانين في هذه الطبيعة؟ ليش الإنسان ما يفكر في هذا الشيء؟ ألم يروا؟ يعني شوي فكر، ألا ترى إلى الطير كيف أنه يطير ساعات ويرفرف؟ البارحة أولة البارحة أتصور إجاني فيلم في الواتساب، بعض الأفلام حقيقة فيها فوائد، كان يراوي مئات الآلاف، هو يقول العالم اللي يشرح هذه، مئات الآلاف من الطيور الصغيرة مثل العصفور، بس هو مو عصفور، اسم آخر جاب. هذه الطيور قوافل منها تطير في السماء وتتدحرج، ولا وحدة تضرب الثانية. حقيقة تقريبا 5 دقائق كان يراوي هذا الفيلم، أنا إلى الآن ما كنت شايفه. يعني مرة فد 20 حمامة يطيرون مع بعض وينزلون على سطح البيت، هذول اللي يلعبون بالحمام يعرفون هذا الشيء، إيه. ولكن مئات الآلاف، هسه إذا نتواضع أو نتوقف شوي نقول 10 آلاف. الشارح كان جدا كلامه لطيف، كان يقول طبعا كان يريد أن يبين قدرة الله سبحانه وتعالى، يقول شلون هذول ما يضربون بعضهم مع أنه بفاصل سنتيمترات مع بعض، يطيرون ويرحرون، يجون يرفرفون يمين شمال فوق تحت، ولا واحد يضرب الثاني. شلون يقدرون هذول يرتبون الفاصل بين هذا الطير وهذا الطير؟ مسخرات في جو السماء، مسخرات يعني قوانين طبيعية، صحيح طبيعية، ولكن خلق الله هذه القوانين
في الأجنحة في الطيور، يقول عندها رادارات تنبئ بعضها البعض، تخلي فواصل. شلون الطائرات لما يسوون تحليق فوق السماء، فوق جو السماء، يرتبون بشكل أنه لا يضرب الواحد الثاني، هكذا. طبعا الطائرة أيضا عندما اخترعت أخذت نموذج من هذه الطيور ودرست الطيور، بعدين اخترعوا الطائرة. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ من يمسكهن ألا تقع؟ لأن المفروض أن الأرض تجذب، قانون الجاذبية موجود، ليش ما تجذب؟ ما يمسكهن يعني ما يخليها موجودة هناك إلا الله. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الذي يؤمن يعتبر هذه آية، وكل شيء في الحياة آية، كل شيء تنظر إليه آية، بس المهم بنظرة إيمانية واحد ينظر إليها. طيب هذه النعمة أو قدرة تدل، نعمة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. من تلك النعم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. الآن لما تنظر إلى هذه الآية تتعجب، هذه نعمة؟ ليش؟ لأن احنا متعودين كل واحد عنده بيت، لو إيجار لو ملك، بالنتيجة عنده مأوى، لو عند أبوه يسكن، عند أهله يسكن، بالنتيجة أكو شيء يحتوي بدنه في الليل في النهار، يقدر يروح، بس هذه نعمة. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. الإنسان يحتاج إلى سكون، يمشي من الصبح إلى الليل يشتغل أو يدرس يكد يعمل، بعدين يحتاج إلى راحة. وين ينام؟ بالشارع ينام؟ ينام في بيت. البيت نوع من النعمة، نعمة هذه. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. قبل البيوت شنو كانت؟ كانت خيام، والآن أيضا موجود خيام للرحالة، هذول اللي دائما ما عندهم بيوت، أكو عشائر دائما في ذهاب وإياب، قشلاق وشي أندومي، أكو كلمة فارسية جدا لطيفة، ييلاق وقشلاق. هذول في الصيف يأتون إلى منطقة يدورون على المي، على العشب، وياهم الأنعام، وياهم الماشية المواشي، هذول دائما في حركة. طيب بيوتهم وين هذول؟ انظروا إلى الآية: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، به جلود، بعض هذه الجلود، ولذلك يقول من جلود الأنعام مو كلها، من بعضها يصنع الله للبشر شنو؟ بيوتا، يعني هاي الخيم اللي يسووها من جلود الأنعام. تستخفونها يعني سهلة أن تشيلها توديها. البناء ما تقدر تشيلها بعد، أنت لما تبني بناية وطابق طابق، حتى طابق واحد، حتى غرفة واحدة، إذا تريد تشيل هذا البناء، هذا البيت، لازم تهدمه بعد، تأخذ الآجر تروح مرة ثانية تبني. أما الخيم لا، تستخفونها يعني هي خفيفة لكم، يطويها ويشيلها يوديها، هذا معنى تستخفونها. يوم ضعنكم، ضعن يعني الرحيل، عندما العشيرة أو القبيلة التي دائما في تحول وتحرك تنتقل من منطقة إلى منطقة أخرى، شو تسوي؟ تشيل هالخيم، تلفها، تستخفونها. يوم ضعنكم يعني يوم ارتحالكم من منطقة إلى منطقة، ويوم إقامتكم، لما ترجع هذه القبيلة والعشيرة الرحالة إلى منطقة ثانية الإقامة مالتها، أيضا يفكون هذا الخيم وتستقر. بعد من النعم شنو؟ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. الصوف
هو الذي يؤخذ من الظأن من الغنم، الوبر يؤخذ من الإبل، الشعر مش شعر اللي جمع أشعار، أشعار مو أشعار القصيدة يعني، جمع الشعر يؤخذ من الماعز. هذه ثلاثة أشياء تصنع منها الملابس، تصنع منها الأمتعة، تصنع منها الأثاث أيضا، وقديما كانت هكذا إلى الآن موجودة. يعني هالأثواب اللي نحن نلبسها، القماشات، الأقمشة عفوا، كل هذا منين؟ من الأنعام، إما من الإبل اللي وبر، وإما من الغنم اللي نسميه صوف، وإما من المعز اللي نسميه شعر. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نحن نعطيكم من الأنعام الثلاثة أو الأربعة مع المعز، نعطيكم ثوب، نعطيكم أثاث، نعطيكم متاع إلى حين. إلى حين له تفسيران، إما يعني بمعنات إلى أنه واحد يريد يموت بعد يستفيد منه إلى حين، وإما إلى حين أن تبدله إلى أثاث آخر، إلى مكان آخر. هذا من نعمة. بعد من النعم شنو؟ والله جعل لكم مما خلق ظلالا، الظل، الظل نعمة. تصور أنه كل شيء في الوجود كان من الزجاج، تصور هكذا. الآن الزجاج يعكس أشعة الشمس على الإنسان، على البيت، مو شكل؟ إذا كل شيء في الوجود كان من الزجاج، كان ممكن طبعا، إمكان، فرض هذا. يقولون إذا كان هالشكل الدنيا كانت تحترق أصلا، ما ممكن الحياة لا للنباتات ولا للحيوانات ولا للبشر. الظل أيضا نعمة، الظل يعني الإنسان يتقي بنفسه في الظلال. تجي الشمس، الشمس محرقة، أشعتها صعبة شديدة، يتوجه إلى الظل. وين يروح؟ يروح للبيت، يروح للدكان، يروح إلى الجدار، يروح إلى ظل الجبل، ظل الشجر. نفس هذا الظل أيضا، أنا قرأت أيضا في كتاب علمي أنه إذا الظلال ما كانت كل النباتات كانت تحترق. ليش؟ لأنه أولا ظل الليل موجود، الليل هو ظل بعد، يعني نور الشمس بعد ما موجود، ضياء الشمس يروح يجي الليل، فالنباتات تستريح في الليل. وفي النهار أيضا بعض الأوقات أكو شمس، بعض الأوقات الظل يجي على النباتات، على الحيوانات، على البشر، أيضا نعمة هذه. والله جعل لكم مما خلقه، يعني كل شيء خلقه، ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، جمع الكن يعني المغارات اللي كانت تستفاد سابقا وإلى الآن تستفاد للمواشي، وجعل لكم سرابيل. الإنسان إذا ما يلبس ملابس الشمس تحرقه، الحيوانات تتحمل. ليش؟ لأن جلودها خلقت بشكل جدا خشن وقاسي، أما جلد الإنسان بلي مدلل ناعم، فلا يتحمل أشعة الشمس. السرابيل جمع السربال يعني الثوب، هذه أيضا من نعم الله. وجعل لكم سرابيل، من شنو صارت السرابيل؟ أيضا من الأنعام، من الأصواف، من الأوبار، من الأشعار. تقيكم الحر، تدفع عنكم حرارة الشمس، وسرابيل تقيكم بأسكم، الدروع اللي كانوا يسووها من الحيوانات، من جلود الحيوانات حتى تقي السيوف والرماح، هذه أيضا سرابيل يطلق عليها. كذلك يتم نعمته عليكم، هذه النعم التي عددها في سورة النحل أكثر من 50 نعمة، يتم الله نعمته المادية عليكم لعلكم تسلمون، يعني تسلمون أمركم إلى الله، ما
مو معناته أن تسلم يعني تصير مسلم، لا، أن تسلم أمرك إلى الله وتعتقد بعبوديته وليس عبودية الأصنام. طيب يبقى نعمة أهم من هذا، هذه نعم مادية قرأناها، النعمة الكبرى أتصور أشرنا إليها في الليالي الأولى، نعمة المواقف الفكرية، التوحيد، الاعتقاد بالنبوة، الاعتقاد بالولاية، الاعتقاد بالمعاد، يعني اللي انضم منها كلمة واحدة الهداية الربانية، هذه نعمة كبيرة. الآن نحن في نعم حقيقة، الحمد لله، مسلمون، مؤمنون، نوالي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذا جدا نعمة كبيرة، أهم من هذه النعم التي يعددها الله، ولكن هي إشارة إلى هذه النعم. فإن تولوا، هذا بعد تطمين لرسول الله، يا رسول الله عدد لهم هذه النعم، يعني اقرأ عليهم سورة النحل وعدد هذه النعم، فإن تولوا، إذا ما يردون يعني يؤمنون اتركهم، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، بشرط أن يكون بلاغك مبينا يعني واضحا. ولذلك تشوف في سيرة الأئمة، في سيرة الأنبياء، وحتى في سيرة العلماء عندهم تحمل، صبر، موعظة حسنة، يجلسون مع الناس يعظون، قبلوا قبلوا ما قبلوا كيفهم بعد، إنما عليك البلاغ المبين أي الواضح، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. مع الأسف بعض الناس يعرفون، يعني لما تقول له هذه نعم من الله سبحانه وتعالى يقول صحيح نعم، ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، يعني بعضهم يقبل ولكن أكثرهم يكفر بنعمة الله أو بنعم الله سبحانه وتعالى. حديث اقرأ من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حول نعم الله، يقول نحن والله نعمة الله. صحيح هذه نعم، الظلال نعم، الأصواف نعم، الأوبار نعم، الطيور نعم، ما في البحر نعم، كل هذه النعم التي تلوناها في هذه الليالي المباركة نعم، ولكنها نعمة مادية. أما النعمة العظمى نحن والله نعمة الله التي أنعم بها على عباده. وحقيقة إذا ما كانوا الأنبياء احنا شنو كنا في جهل أصلا، وأكثر من الجهل. نحن والله نعمة الله التي أنعم بها على عباده، وبنا فاز من فاز، يعني بالأئمة والأنبياء والأولياء كل الفوز، ومن فاز بهؤلاء فاز، لأن هم الذين أخذوا بأيدينا، هم الذين ربونا، هم الذين أعطونا الحقيقة، العقيدة الصحيحة، التربية الصحيحة، ولولا هؤلاء لم نكن نفوز. طيب صل على محمد وآل محمد. لقمان سواء كان نبيا أو حكيما مو مهم، المهم اسمه مذكور في القرآن وسورة باسمه، سورة لقمان اللي قريناها سابقا، عنده مواعظ لابنه، هذه المواعظ نقلها الأئمة إلينا، معناته شنو؟ يعني معناته وافقوا عليها، قالوا هذه مواعظ مقبولة. من مواعظه لابنه قال لقمان لابنه يا بني أوصيك بست خصال اجتمع فيها علم الأولين والآخرين. ست نصيحة، ستة نصائح، كل علوم الأولين والآخرين مجتمعة في هذه الستة. طبعا مو معناته يعني الصلاة والصيام والأحكام الفرعية، لا، يعني خلاصة الحكم تستطيع أن تختصرها في هذه الجمل الست. أولا
لا تشغل قلبك إلى الدنيا إلا بقدر بقائك فيها. الإنسان مجبور أنه يعمل، يشتغل لمعاشه، لبيته، لعائلته، لا شك، ولكن أكو شغل دائم، يعني الدغدغة الكاملة الدائمة اللي دائما يفكر به، هذا يسموه إشغال القلب. لا تشغل قلبك إلى الدنيا إلا بقدر بقائك فيها. الإنسان أشقر يبقى مثلا 100 سنة، مو أكثر بعد، يرتب وضعه لمئة سنة مو أكثر بعد، بقائي هذا. هاي الجملة الأولى، الخصلة الأولى. الخصلة الثانية اللي تقابل هذه الخصلة، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. شوف الفاصل ايش قد. اكثر المعمرين اليوم بعد ما يتجاوز 90 سنة، 100 سنة، العمر في الآخرة ايش قد؟ خلود. شنو مليار؟ مليار ماكو، لا حد له، خلود دائم. خب العاقل شو يسوي اخواني؟ العاقل يجعل معادلة، يشوف هنا 100 سنة، هنا حسب كلام اخينا مليارات ما تقدر تقول ابد خلود، فكيف يعمل لدنياه ويشغل قلبه ليل نهار ولا يشغل قلبه لشيء خالد؟ هذا مو عاقل معناته. واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. ثالثا، الخصلة الثالثة، وأطع ربك بقدر حاجتك إليه. شنو هالعبارة؟ بقدر أكو أصلا ممكن أنت تقدر وتوزن حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا. ليش؟ لأن حاجتنا مطلقة لله، من قبل أن نولد، وحين ولدنا، وحين رضعنا، وحين كبرنا، وحين هرمنا، وحين شيبنا، والآن اللي أنا أتكلم، والآن اللي أنت تسمع، وعندما تروح للبيت، كله حاجة، كلنا محتاجون إلى الله. بقدر حاجتك أطع ربك. عادة اللي يشتغل عندنا مثلا، إذا واحد عنده خادم في البيت أو صانع في المعمل، بقدر حاجته يطيع رب العمل 8 ساعات، بعدين يقول له في أمان الله أنا راح أرتاح. مو الشكل؟ إحنا ما نقدر الشكل نسوي. ليش؟ لأنه في كل لحظة حتى في نومنا محتاجون إلى الله. وأطع ربك بقدر حاجتك إليه. حقيقة درر هذه المواعظ. الرابع، وليكن سعيك في فكاك رقبتك من النار. يعني كل همتك تكون أنه شلون يوم القيامة أفك رقبتي من النار، بالعمل وإن شاء الله بشفاعة محمد وآل محمد. الخامس، وليكن جرأتك على المعاصي بقدر صبرك في النار. احنا الججارة واحدة إذا نخليها على، أو جمرة واحدة إذا نخليها على اليد أو الرجل ما نتحمل. هل نصبر على النار؟ فكيف نتجرأ على معاصي الله؟ وليكن جرأتك أو ولتكن جرأتك على المعاصي بقدر صبرك في النار. السادس والأخير، وإذا أردت أن تعصي مولاك. واحد يريد يسوي معصية ما يخالف، بس دور مكان ما يشوفك المولى. وإذا أردت أن تعصي مولاك فاطلب مكانا لا يراك. وهل هناك مكان لا يرانا المولى عز وجل؟ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل عواقب أمورنا إلى خير، اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير وأبعد الشرور عنا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله 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 سبحان الله الله.